هناك أيضا نصوص أخرى في روايات أخرى، مثلا أن أبا بكر وعمر هنأ عليا يوم الغدير. هناك حديث ورد فيه أن أبا بكر وعمر هنأ عليا يوم الغدير، وهذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن احنا ما عندناش مشكلة، ممكن يهنئوه على المعنى اللي هو متعارف أنه إيه، المحب والنصير، ما عنديش مشكلة في كده، لكن هو لا يصح. وبالمناسبة هم أقروا بولاية أمير المؤمنين كما هو موجود في مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء 30 صفحة 430 الحديث رقم 18479 من حديث البراء بن عازب المشهور بحديث غدير خم، وفيه: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. يعني الصحابة كانوا بيعترفوا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكانوا يهنئونه بها. هناك حديث ورد فيه أن أبا بكر وعمر هنأ عليا يوم الغدير، وهذا أيضا لا يصح. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ سامحهم الله، قال: خوفا من أن تتأثر فتتشيع. خوفا، هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب؟ هل نكتم الحقيقة حتى لا نقوي مذهبا على مذهب؟ دعونا من ذلك أيها السادة.